صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة والإيجابية. صباح العد التنازلي لإكسبو 2020، أيام قليلة تفصلنا عن الحدث العالمي في الإمارات على استعداد لتبهر العالم. أعزائي المستمعين، أرحب فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم، ولكم مني أطيب التحيات محدثتكم آمنة آل علي. وبشاركني هذه الحلقة زميلتي أسمى الجناحي. صباح الخير أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور عليك آمنة وعلى كل المستمعين إذا عرفت نور دبي. أهلا فيك أسمى. أعزائي المستمعين، في هاي الحلقة لدينا العديد من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة. عندك مثل ما عودناكم آخر الأخبار العالمية والدراسات العلمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك اليوم بنتكلم عن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، وعندنا في فقرة التغذية بنتحدث عن خرافات التغذية. أسمى لازم اليوم تعطينا الخبر تبدين فيه. إنزين، يقول اليوم نتكلم عن المضادات الحيوية. كشفت دراسة طبية حديثة عن التأثير السلبي للاستخدام الطويل الأمد للمضادات الحيوية. وفق دراسة التي أجراها باحثون في جامعة أوميو السويدية، فإن الاستخدام طويل الأمد للمضادات الحيوية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون. وقالت معدة الدراسة صوفيا هارلد، بينما يكون العلاج بالمضادات الحيوية ضروريا في الكثير من الحالات وينقذ الأرواح، إلا أنه ينبغي توخي الحذر من الأمراض الأقل خطورة. ورجعت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة المعهد الوطني للسرطان العلاقة بين سرطان القولون والمضادات الحيوية لتأثير المضادات الحيوية على الميكروبيوم المعدي أو بكتيريا الأمعاء. وخلال الدراسة قام باحثون بتحليل بيانات 40,000 مريض في السجل السويدي لسرطان القولون والمستقيم، وقارنوها بمجموعة مؤلفة من 200,000 شخص لا يعاني من السرطان. ووجد الباحثون أن كل من النساء والرجال الذين تناولوا المضادات الحيوية لأكثر من 6 أشهر كانوا يعانون أكثر، أنهم كانوا أكثر عرضة من الإصابة بسرطان القولون بنسبة 17% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك. نعم طبعا أسمى، خبر مهم بخصوص المضادات الحيوية. دائما الأطباء ينصحون سواء الأمهات أو الأشخاص أنهم ما يتناولون المضاد الحيوي إلا إذا كانوا فعلا بحاجة ماسة. يعني أنا أخلي الخيار الأخير دائما إذا يعني مول يعني المرض طول فترة طويلة. فشو تنصحين أسمى المستمعين؟ غالبا نحن أول شيء نبغى المستمعين ما يخافون من هاي الدراسة. الدراسة تتكلم عن اللي يأخذون مضادات حيوية بفترة وايد طويلة. أول شيء نحن عندنا يعني في دولتنا أن الناس ما يرمون يأخذون مضادات حيوية بدون وصفة طبية، حتى لو ساروا أي صيدلية ما بيحصلونها. أيضا في بعض المعلومات اللي تكون دائما الناس تفهمها غلط. المرض الفيروسي ما له علاقة بالمضادات الحيوية، المضاد الحيوي فقط دي الأمراض اللي يكون أساسها بكتيري، فهو مضاد حيوي للبكتيريا. فنحن بس نبغاهم ما يخافون، لأن الدكتور راح يوصف لهم العدد الصحيح في الأيام الصحيحة ويلتزمون فيها. إذا قال 7 أيام 7 أيام، يعني ما يلعبون في موضوع المضادات الحيوية ويقولهم 7، وفي ناس يقول لا خلاص بأخذ يومين، وصف 7 نلتزم بالسبعة وخلاص، لا زيادة ولا أقل. بالضبط أسمى. وأسمى من خبرنا اليوم للمضادات الحيوية، أكيد عندك أخبار ومستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن في عطلة نهاية الأسبوع كنا مركزين على بعض الرسائل الإيجابية للجمهور. أهم شيء كانت أن الجمهور لازم، أو أي شخص لازم في عطلة نهاية الأسبوع أنه يكسر الروتين، يطلع برا مود الشغل ويسوي أي نشاط يحبه بدون أنه ما يرتبط بالشغل. لازم الواحد يفصل عشان يتفادى حتى مستقبلا انه هو يوصل لمرحلة الاحراق الوظيفي. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها كان نتكلم عن مرض الزهايمر، بمنه شهر سبتمبر في احد الايام اللي فيه هو يوم عالمي مرض الزهايمر،
وكلنا نتكلم عن ما هو الزهايمر. الزهايمر هو اضطراب عصبي يتسبب في تقلص الدماغ وموت خلاياه تدريجيا. أيضا مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعا للخرف ويمثل ما يصل إلى 60% من حالات الخرف. الزهايمر يصيب مرض الزهايمر عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. أيضا من أعراض المرض أنه صعوبة في إصدار الأحكام والقرارات، صعوبة في التفكير والاستدلال، فقدان الذاكرة، التغييرات في الشخصية والسلوك، وأيضا صعوبة التخطيط وتنفيذ المهام الاعتيادية. بس نحن أيضا نحب ننصح المستمعين أن أحيانا يشوفون بعض الأمهات والآباء لما يكبرون في العمر يقولون هي هذا من العمر. كبر العمر مو بيعني الإنسان يوصل مرحلة أنه ما يتذكر شيء. كبر العمر مو بيعني أنه ما بيقدر يخطط. كبر العمر مو بيعني ما بيكون عنده صعوبة إدراك. فما نربط الأشياء بالعمر. والأهم والأهم أن نحن إذا شفنا أعراض مختلفة أو تغير في سلوك كبار السن في البيت، أول شيء لازم نسويهم نوديهم للطبيب الأسرة أو الطبيب المعني بكبار السن، لأن هذا جدا مهم. التغييرات تصير غالب الناس تربطها بالعمر، وأحيانا تكون أشياء ما لها علاقة بالعمر. صحيح. هنا أيضا استضفنا أسماء في هذا المجال مرتين، الدكتورة سلوى الأسبوع الماضي حدثتنا عن الزهايمر وعن الاكتئاب وكذلك الخدمات اللي يعني يقدمونها بشكل عام في مركز كبار المواطنين. فعلينا دائما أن نحن ما نهمل كبار السن الموجودين عندنا في البيت، دائما نركز على أبسط التفاصيل لأنها ممكن تكون مهمة وتأثر على صحتهم بشكل عام. صحيح. فأسمى أيضا ذكرتي لنا اليوم كسر روتين، خبري إيش سويتي في الويكند؟ كسر الروتين هو مو بس مفروض يكون في الويكند، لكن الأشخاص لما يعني ممكن الأكثر شيء ممكن يصير الإحراق الوظيفي، فلازم واحد يسوي روتين ما له علاقة بالدوام، يجلس مع عائلته. ممكن واحدة تسير صالون مرة في الأسبوع في الويكند. ممكن تسوي يعني إذا هي متعودة على نوع معين من الرياضة تكسر الموضوع في الرياضة في الويكند، تطلع برا، تقرأ، يعني لازم أي شيء بس ما يكون مرتبط في صح أنك تشتغل في الويكند. بس يعني قللت عدد الأشياء اللي أشتغل فيها وحاولت أن أنا أطلع أشياء جديدة مو بس في عطلة نهاية الأسبوع، أحاول أسويها حتى بشكل يعني نقول أسبوعي في برامج أسبوعية لتقليل موضوع الإحراق الوظيفي، لأنه فعلا شعور الناس لازم ما تعرفه. شعور وايد خايز الحين أقول لكم. نعم بالضبط. بس لكن دائما أسمى الإنسان يحاول يغير من هذا الروتين، وإذا كانت عنده عادات سيئة أو عادات تعود عليها بحكم يعني طبيعة حياته بحكم الضغط اللي يعيش فيه، بس دائما نسعى دائما للتحسين المستمر، وهذا اللي إحنا نحاول بشكل عام في عندنا في القسم أن نحن ننشر بيننا وبين بعض كل العادات الجيدة اللي ممكن تحسن من جودة حياتنا وتخلينا ناس التغيير دائما من الشخص نفسه. يعني حتى لو كان الواحد يعيش في مكان كله ورود، إذا هو مو قاعد يشوف الورد ما راح يحس فيه. فالتغيير دائما يكون من الإنسان من داخل. الواحد يبدأ بنفسه وبشكل تلقائي راح يتغير، تتغير نظرته في الناس اللي حوله. أحيانا يمكن الواحد لأنه موجود في وضع مثلا سيء أو طريقة تفكير معينة مو قاعد يشوف الأشياء ويفهمها غلط، ممكن تكون مختلفة تماما لما بيغير نظرته. فدائما ننصح الأشخاص، وهذا اللي قاعد أنصح نفسي فيه دائما، أن أبدأ بنفسي بعدين يعني الأشياء كلها راح تتغير 100%. نعم بالضبط. التغيير أسمى مثل ما ذكرتي يبدأ من الداخل، ونحن أعزائي المستمعين نتمنى لكم مع بداية هذا الأسبوع بداية تغيير جديدة، ومثل ما يقولون أنماط حياة صحية أكثر، وتحافظون على نفسكم وعلى صحتكم دائما. فبعد هاي الدردشة بيني وبينك أسمى، سوينا أفتح قلبك اليوم من الصبح حق المستمعين، بنطلع معاكم فاصل وبنرجع مع موضوع شيق وجميل واللي هو خرافات التغذية. انتظرونا. صحة وسعادة. مرحبا بكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هناك العديد من الخرافات والمعلومات الغير صحيحة، ودائما يربطونها بالتغذية، كل هذا وسوي هذا،
وراح تستفيد من هذا الموضوع، وهي معلومات احيانا تكون غير مستنده على دراسات علميه موثوقه. عشان اتكلم عن هذا الموضوع وموضوعنا اليوم خرافات التغذيه، يسرنا ان يكون معانا اليوم عبر الهاتف الاستاذه نجلاء درويش، اختصاصيه تغذيه سريريه في هيئه الصحه بدبي. حياك الله استاذه. حياكم الله اسماء، وصبحكم الله بالنور والسرور. استاذه نجلاء، وايد دراسات تطلع دائما يقولون دراسات مثل ما يقولها البعض او على قولتي دراسه من مخباي، ف دائما نشوفها على الواتساب، والمشكله ان في وايد مجموعه كبيره من الاشخاص اللي يتاثرون فيها ويحاولون ان يعني يستخدمونها، واحيانا تكون مضره جدا يعني. فنبدأ نبغى نعرف شو ابرز الخرافات اللي الناس دائما تتوقعها واللي انتم تواجهونها اصلا في العيادات عندكم. هي فعلا اسماء وايد ناس تجينا باعتقادات يعني وخرافات شيء تغذويه ما اعرف من وين جايبينها، من مواقع من غير يعني غير مسنده باثباتات علميه او دراسات حصلت او خذوها من مصادر موثوقه. من بعضها انا بذكر البعض منها، هل شرب الماء مثلا مع الليمون الصبح الريج يحرق الدهون؟ هاي من الاسئله اللي تجينا دائما، يعني انا بسوي نظام بنزل وزني وبتبع حمية، لكن هل إني أشرب الماء الدافي الصبح مع الليمون يعني على الريج هذا مفيد إنه يحرق الدهون؟ فالمعلومة هذه مغلوطة، لأن شرب الماء والليمون الصبح لا يعني على الريج ولا أي وقت كان ما بيحرق الدهون، وكأنه عامل مساعد يعني في إني يعني في التمثيل الغذائي في حرارة الجسم، لكن هو مو يعني مشروب سحر إنه الشخص يشربه وبيخسر وزنه وبيحرق الدهون اللي عنده في الجسم. زين، هو على المعدة بيكون مريح الليمون؟ حسه شيء حامض يعني على أول الصبح. وبعضهم اللي جرب الصبح مثلا ممكن يحصل لهم حموضة وارتجاع في المريء وتزيد حموضة المعدة عندهم، ويكون يومهم كله يعني يعني خلاص تعبانين فيه لأنه زادت عندهم الحموضة وتعبوا. طبعا خاصة الأشخاص اللي يعانون من مشكلات في المعدة بعد ما ننصحهم ان يشربون الماء مع الليمون، خاصة الصبح الريج يعني ما تريقوا وما يعني ما عطوا المعدة فرصة، وعلى طول مثلا الماء والليمون اول الصبح بغرض اني انا بحرق الدهون، المعدة تنصدم شوية. المعدة بتنصدم وغيرها الاشياء اللي بتظهر عقب يعني ما بيوصل نتائج ملموسة. وغير هذا اسم الناس تعتقد اني انا باكل اللي باكله، بس اني انا مثلا بكثر من الشاي الاخضر، بشرب الماء الدافي مع الليمون. الشاي الاخضر اخبر الله بكل شيء. وهم ياكلون كل الاشياء وكل السعرات الحراريه العاليه، بس انه يعني خلاص انا مسوي نظام، لكن اشرب الشاي الاخضر واشرب ماء مع ليمون زنجبيل، ويسوون شيء خلطات عجيبه الصبح يعني انها بغرض انها يعني باعتقاد انها تحرق الدهون، ولكنها نحن نأكد المعلومة هذه أن شرب الماء مع الليمون أو الزنجبيل أو ما شابه ذلك في الصباح الباكر لا يحرق الدهون اللي على الريج، يعني ما يحرق الدهون، لكن ممكن يكون لها فوائد أخرى في أوقات معينة تناسب بعض الحالات وحالات أخرى ما تناسبهم. أنت حتى من ضمن الأشياء يعني الجريب فروت دائما يحطونه في إذا واحد يبغى يضعف. إيه هذه بعد نحن نقولهم لا، عدل نظامك الغذائي، اعرف احتياجك من السعرات الحرارية وخلك من هالاعتقادات. يعني ما علينا ناخذ الجريب فروت وناخذ الفواكه على أساس احتياجنا في اليوم في أي وقت كان، مو بشرط أن يتقيد في أوقات معينة، إن مثلا بعد قبل الوجبة أو ما شابه، نحاول نحن نملي يومنا كله بثلاث وجبات رئيسية، ونحط الوجبات الخفيفة اللي يكون حتى محتواها فواكه، بس اني انا اعدل على الاحتياج اللي احصل عليه على السعرات الحراريه اللي انا احتاجها. فهذا الغرض، ان كثير من الناس مثلا تكثر الاناناس جريب فروت وهالاشياء بكثره، هو فعلا كعوامل مساعده، ولكن مو بشيء انه هو بينزل الوزن او بينزل بيحرق الدهون في الجسم. يمكن معلومه بعد يمكن اشخاص او الناس ما تعرفها، ان في على يعني الجريب فروت اذا واحد ياخذ مجموعه كبيره من الادويه، يعني الجريب فروت ممكن ما يكون اختيار جيد انه يكون من ضمن النظام الغذائي. ممكن يتعارض مع بعض الادويه اللي ياخذها الشخص، ممكن ترفع عنده كذلك حموضه المعده، فدائما يعني نستشير اهل الاختصاص ونستقي المعلومات هاي من يعني مصادر موثوقه
بناء على استنادات دراسات حصلت معلومة خلاص توثقت، فأنا أخذ منها المصدر. بعد في شيء ثاني اسمه الطماطم، يقولون عنه إنه يحبس يسوي احتباس سوائل وزيادة وزن في الجسم، وهذه المعلومة مغلوطة، حبينا نصلحها للمستمعين في إن الحقيقة إن الطماطم ما يسبب زيادة وزن واحتباسات سوائل في الجسم، وهم يرجعون إلى إن الطماطم في نسبة صوديوم عالية لذلك يحبس السوائل، وهذا اعتقاد كذلك خاطئ. مقارنة إذا شفنا الصوديوم في الطماطم مقارنة بالجبنة والمخللات فهو وايد أقل، وغير هذا أنه يوفر معدن البوتاسيوم المفيد للعضلات والقلب والعظام ويوازن السوائل في الجسم. لكن طبعا نحن دائما نقول الاعتدال في الشيء، يعني ما ناخذ الشيء بكميات كبيرة، نعتدل في تناولنا للأشياء. إذا قلنا نحب نقول بعض الأشياء اللي ذكرناها أن الماء العصير ليمون أو الماء ليمون أول الصبح غير واحد منهم يحط خل وزنجبيل أنا الخل صباح أنا كنت أشوف معاي حد في الدوام كنت قال ما أدخل يعني أمر أشم ريحة غريبة كانت تشرب قالت لي أنها خل التفاح، فهل هذا شيء طبيعي الصبح؟ هل بس لا هذه ما عليها أي دراسات عاملة ما عليها يعني ما صارت هذا صراحة لازم ننبه الناس بهاي الأشياء اللي هي الليمون، وعلى فكرة الليمون والماي بعد وايد سامعين عنه، وايد قالوا لي إذا تطعمين شوي زيادة أشربيها، فأنت شو تقولين؟ لا لا ما ننصح، نحن يعني خاصة الأشخاص اللي عندهم مشكلات في المعدة أو حموضة حرقان ارتجاع مريء ياخذون الماي والليمون بكميات بسيطة على أوقات يعني خلال اليوم، لكن مبلغ باعتقادي أنني أنا أخذ أن هذا يحرق لي الدهون والشحوم اللي موجودة في الجسم. يعني في ناس مثلا يقولون لا عندي دهون زيادة في منطقة البطن، واللي يقول خذي قشر الرمان وحطيه في ماء دافي وشربي. اليوم اسمه كل الخرافات اللي عندك لازم تسألين هسه ما يستوي. في أيضا في معلومات تقول أنه يعني إذا واحد كل بعد الساعة 7 يزيد الوزن، هل هو علاقة بهذا ولا بالسعرات الحرارية؟ لا علاقة بالسعرات الحرارية مثل ما تفضلت في أسماء، لأن الغرض أني الناس اللي مثلا تقطع من بعد الساعة 7 وتقول أنا عساسني أنا أخفف وزني، مع الوقت يومهم يحذفون الوجبات هذه، كل اللي يصير عندهم يعني أنه تبطأ عندهم عملية الحرق وعمليات الأيض والتمثيل الغذائي في الجسم، لما تبطأ أو تتباطأ بالعكس ممكن يكون لها أضرار أكثر. أنا بس أعرف البطن كيف يعرف أن الساعة 7؟ هي هم سمعنا الساعة 7 فعلا، هو نحن نقول للشخص أو ننصح أن أنت خذ وجبة العشاء بس بحدود، يعني أنت خلال اليوم بغض النظر عن الكميات، مثلا الكميات تناولها سواء في وجبة الفطور الغداء العشاء محسوبة السعرات الحرارية، على سبيل المثال إذا الشخص يحتاج 2000 فالتقسيمة هذه جدا مهمة بالإضافة إلى احتواء من السعرات الحرارية. قبل 3 ساعات يعني قبل 3 ساعات من النوم. هذه مو بغرض أنها تنزل الوزن، لكن إن مثلاً إراحة المعدة، يعني ممكن 2-3 ساعات قبل النوم بغرض أن المعدة تهضم الأكل. أنا أحس يجيني ارتجاع، أحس الأكل يوصل خشمي. فعلاً لأن في ناس تتعب إذا مثلاً كلت على طول وراحت البيت، لكن يعني كدراسة أنها إني أنا لازم مثلاً بعد 9-7 أقطع الأكل وما أكل وما أتناول أي شيء بغرض أني أنا أنزل وزني، فهذه مجرد اعتقادات، لأنه ممكن يكون حتى ما أكل سعرات حرارية أكثر على الفطور، يعني على الريوق على الغداء، ومتناول يعني وجبات خفيفة زيادة. يعني في أشخاص أسمى ممكن هم يقطعون وجبة أو يحذفون وجبة أو وجبتين بغرض أنهم حفظوا هالوجبات، لكن في نفس الوقت ممكن يلجؤون أنهم يأخذون وجبات خفيفة قد تكون أعلى بالسعرات الحرارية حتى من يعني من نفس الوجبة اللي هم مفروض يأكلونها. مو الحجم هو شو قاعد تأكل. وأهم شيء شو قاعد تأكل، لأن في ناس ممكن خلال اليوم كله يتناولون أشياء ثانية، وجبات سريعة أو مثلا أشياء جاهزة في التحضير وحذف الوجبة هاي، أو يحس بحرمان وجوع فترات طويلة، وبعدين لما يأخذ الوجبة يأخذ حتى أكثر من احتياجه من السعرات الحرارية، بالتالي بيزيد وزنه، فما قاعد يسوي شيء غير أنه يعتبر نفسه ويحاول أنه يعني بهالطريقة يبطئ عملية الأيض والتمثيل الغذائي عنده في الجسم، يبطئ الحرق. فإذا بيتناول وجبة يتناولها خفيفة وما يحذفها، يعني ما يحذف الوجبة أو يقول بعد الساعة 7 أنا ما باكل، يعني
في حالات معينة اللي مثلا حسب ساعات النوم متى ممكن يعني ممكن يريحون المعدة من ساعتين لثلاث ساعات قبل النوم يتناولون العشاء، وهذا يعني هذا لا مانع فيه، لكن مو بغرض نزول الوزن. انزل اذا قلنا سكر البني والابيض انا احس هاي خرافه. أيوة. البني احسه كله ملون، احسه مو مصدقي ملون فعلا صدقتي. الناس الحين صايره عليكم ترى لا تقولون هالكلام. ادى السكر البني كل الناس تقول وايد شركات تلون السكر، فما يكون هو سكر البني الصدقي. اذا كيف الشخص يعرف اذا هذا السكر البني صدقي او لا؟ هو شوفوا ما في فرق بين يعني السكر، غير ان مثلا السكر الابيض تعرض للتصنيع وكذا بحيث النزاله وعن النسبه هاي اللون هذا اللي موجود، لكن من حيث السعرات الحراريه من حيث احتوائه السكر هو سكر بغض النظر عن اللون اللي موجود. الواحد يبتعد عن السكر المصنع بشكل عام كثر ما يقدر، لانه يعني سكر المصنع يعني ما راح يفيد ولا يعني يمكن يضر اكثر منه يفيد. هي وفي ناس انها اسمر يعني على اساس انها تاخذها بكميات كبيره يعني خلاص انه هذا مال الرجيم. نفس الخبز الاسمر والخبز الابيض هو نفس السعرات الحراريه صح دك استاذ؟ هي نفس السعرات يعني هو بعد شريحه خبزه بيضه تعادل شريحه خبزه سمراء من حيث السعرات الحراريه ومن حيث قيم يعني اللي هو كميه الكربوهيدرات او السكريات اللي موجوده. الاسمر يشبع اكثر. نفس الخبز الابيض هي، لكن الاسمر فيه الياف، الخبز الاسمر فيه الياف غذائيه تساعد الشخص يعني انها تحسن من عمليات الهضم وما شابه وتخليه شبعان فتره اطول، لكن مو بغرض اني انا انزل وزني واتناولها بكميات كبيره. بالنسبه للسكريات، السكر هو سكر سواء كان لونه بني ولا كان لونه ابيض، هو سكر اي لون سكر. سكر سكر اي لون. اذا قلنا راحون ياخذونه. اذا قلنا نصيحه عامه تحاب توجهينها استاذ نجله للمستمعين. هي انا عارف ان كثير من الناس يعني ترغب في ينزل يعني تنزل اوزانهم او انهم يتبعون حميات يمكن تكون يعني يكون قد سمعوها في وسائل التواصل الاجتماعي في وسائل البحث وكذا، ممكن تفاد اشخاص وممكن ما تفيدهم. فالنصيحه اللي حابه اوجهها لهم انهم لازم يستفسرون المعلومات هذه من مصادر موثوقه، وما يخالف انهم يرجعون لاختصاصيين يستشيرونهم بحيث نظامهم. اذا الشخص هذا يعني حاب يتعرف على سعرات الحراره اللي يتناولها، حاب يتعرف على معلومات غذائيه تخصه، لا يلجأ للمختصين او يلجأ لمصادر موثوقه ودراسات موثوقه ويستفقن معلومات منها، ما تسقيها من تجارب الناس وما احاول اني انا اخذها من وسائل غير معروفه او قد تكون اعتقاد ناسبه اشخاص ما تناسب اخرين. وبعد في شيء عن مشروبات الديتوكس وشاي الديتوكس انه يحرق الدهون، بعد كذلك هاي لا تحرق الدهون. يعني ما بنقولكم في مشروب يحرق الدهون. النصيحه اللي حابه اوجهها، حاولوا تعدلوا نظامكم الغذائي، عرفوا قيمه السعرات الحراريه كميتها اللي تاخذونها واستفقوها من عناصر غذائيه مفيده. خليك طبيعيه هي، ودائما مارسوا الرياضه، اشربوا الماء بكميات كافيه، وخلوا الاعتقادات هذه بعيد. يعني ما في حل سريع، لكن باتباعي لنظام غذائي صحي متوازن واتباعي للنصائح اللي أنا أخذها من مصادر موثوقة، هذا اللي راح تفيد في الحفاظ على صحة الشخص، وإنه يعني يحاول يعدل نظامه الغذائي. لو كان يمشي بنظام غذائي غلط أو مغلوط في النهاية، لا يعدل بنظام غذائي صحي ويمشي عليه، هذا اللي راح يفيد الشخص. أهم شيء أيضا في وايد من الأشخاص اللي عندهم نسبة كبيرة من المتابعين في قنوات التواصل الاجتماعي قاعدين يحطون معلومات ما أعرف من وينها، يخلطون يحطون مو بس في التغذية حتى في الأمور الصحية الثانية. نحن دائما ننصح أن ترى هذا مش دكاترة ولا أخصائيين تغذية. صح، الأشخاص اللي ينشرون هذه المعلومات يتأكدون من مصادرها، يتأكدون من المصادر الموثوقة. فمو بالمتابعين مثلا اي معلومه حصلوها ان هاي لا بتفيدني، وخاصه عند الفئات المراهقه والفئات اللي تمارس رياضه واللي حابه توصل نتائج سريعه، فيلجؤون لمثل هذه المعلومات وايا كان يتبعونها من غير ما يرجعون للاختصاصيين او حتى لمصدرها الموثوق. مشكوره استاذه نجله درويش وجودك معانا اليوم في برنامج صحه وسعاده، كل الشكر لك
كل الشكر لكم على الاستضافة ومع السلامة. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. طبعا أسماء أستاذة نجلة قالت لنا خرافات عديدة عن التغذية، ومن هاي الخرافات بنرجع بنطلع مع المستمعين فاصل وبنرجع للإنفلونزا والتطعيمات. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامج صحة وسعادة، وبنتحدث فيها عن الحملة السنوية الوطنية اللي انطلقت الأسبوع الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي طبعا حملة سنوية موسمية تنظمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك. وللحديث عن تفاصيل هذه الحملة يسرنا ويسعدنا أن تكون معنا الدكتورة هند العوضي. صباح الخير دكتورة. صباح النور لجميع المستمعين والمخرجين الأعزاء. أهلا فيك دكتورة، وحشتينا وبرنامج صحة وسعادة افتقد صوتك، وأكيد أمي الحين فرحانة لأن كل يوم تسألني عنك. بيت الوالدة. دكتورة، اليوم احنا معاك بنتكلم عن الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا، ممكن تعرفين المستمعين بفكرة عام عن هذه الحملة وأهدافها؟ طبعا هذه الحملة التوعوية بالإنفلونزا الموسمية نطلقها إحنا سنويا تزامنا مع موسم الشتاء، وهذه من الحملات الجدا مهمة والاستراتيجية جدا إحنا نطلقها بالتعاون مع وزارة الصحة في دبي ومركز أبوظبي للصحة العامة. أيضا إحنا نطلق هذه الحملة بالتعاون معهم قبل موسم الشتاء عشان نوعي المجتمع بضرورة وأهمية أخذهم لهذا اللقاح عشان يحمون نفسهم من المرض ومضاعفات هذا المرض. نعم دكتورة هند، ممكن إذا نعرف هذه الحملة بدأت الأسبوع الماضي، بتستمر لمتى؟ طبعا احنا بديناها قبل ما نبدا موسم الشتاء الاسبوع الماضي، بنستمر حتى نهايه الموسم، لكن انا طبعا انصح الجميع انهم عشان يستفيدون الاستفاده القصوى من هذا اللقاح يبدون ياخذونه الحين قبل ما ندخل موسم الشتاء عشان يحمون نفسهم من الانفلونزا ومضاعفاتها. بس يعني حملتنا بتستمر لين ما يخلص الشتاء ان شاء الله. انزين دكتوره، الحين معك اسم الجناحي. خير اسمه. صباح النور. زين دكتورة، هل تنصحين الجميع ولا هل هناك فئات معينة تستهدف الحملة؟ طبعا أولا أنا أنصح الجميع أنهم يبادرون ويحصلون على هذا اللقاح، لكن طبعا دائما إحنا عندنا فئات احنا نسميهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بمضاعفات الانفلونزا، احنا دائما نحب نركز ونوضح عليهم، هم يكونون او من اوائل الناس انهم ياخذون هذا اللقاح اللي هم نسائنا الحوامل. طبعا الكثير بيستغرب بيقول معقوله انا حامل تقولي لي اخذ اللقاح؟ نعم، لقاح الانفلونزا يعتبر من احسن اللقاحات الجدا امنه للحوامل وتعطيها الحمايه من الانفلونزا ومضاعفاتها. طبعا أطفالنا دون السن الخامسة أيضا إحنا نعتبرهم فئات أكثر عرضة، إلى جانب كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. طبعا ما ننسى يا أسماء العاملين الصحيين اللي يشتغلون في القطاع الصحي بحكم طبيعة عملهم، أيضا هم إحنا نعتبرهم الفئات الأكثر عرضة. دكتور، حتى الأشخاص مثلا اللي يأخذوا يعني يهتمون بالأشخاص المرضى أو كبار السن في البيت أو عنده حد مريض في البيت أو عنده مشكلة في المناعة، المفروض أنه يكون أيضا يهتم أنه يأخذ تطعيم الإنفلونزا؟ طبعاً إحنا نسميهم هذول الكيرجيفرز، طبعاً إحنا ننصحهم أيضاً أنهم عشان يحمون الأشخاص اللي هم يهتمون فيهم يبادرون ويأخذون هذا اللقاح. وأيضاً اللي يشتغلون مش فقط العاملين الصحيين، اللي يشتغلون في خط الصف الأمامي، موظفين الصف الأمامي بحكم طبيعة عملهم أيضاً جداً مهم أنهم يأخذون لقاح الإنفلونزا
بحكم طبيعة عملهم واختلاطهم بعدد كبير من الأشخاص. زي دكتور أنا بسألت هذا السؤال، الحين كل واحد بيقول ترى الزكام بينة بينة، مزك مين؟ يعني ليش أخذ الإنفلونزا؟ ممكن بس إذا تعرف شو الفرق طبعًا يعني؟ وأنا بعد سألت سؤال ثاني شبيه لأنه والله أنا أخذت اللقاح ويتني الإنفلونزا. هو مش بيحميك 100% من الإصابة بالإنفلونزا، لكن أكيد راح يحميك 100% إن أعراضك بتكون جدا طفيفة جدا خفيفة، وأيضا راح تحميك من المضاعفات، لأن إحنا نعرف إن الإنفلونزا لها مضاعفات جدا خطيرة، ممكن الواحد يضطر يدخل المستشفى ويعانف في المستشفى. فاللقاح هذا بيحميك إنك أنت توصل للمراحل الخطيرة من المرض والمضاعفات الخطيرة، وأيضا تحميك من الدخول إلى المستشفيات. وطبعا إحنا الحين نكافح جائحة كوفيد لثاني سنة التوالي، فإحنا يعني ننصح الجميع أنهم يأخذون هذا اللقاح عشان أيضا يخففون من العبء على القطاع الصحي. نعم، وطبعا دكتورة مع الأطفال والعودة للمدارس، الإنفلونزا صارت يعني مجرد إذا الطفل في أسمى زكام ما تستقبله ترى المدرسة، حتى لو كان يعني فحصه نفرض مش إيجابي، لأنه ممكن أنه يعدي باقي الطلاب، وصار موضوع الإنفلونزا موضوع جدا حساس. فإذا في شيء يقي الطفل ويجعله أنه يستمر في دراسته بشكل يعني آمن وأنه ما يعدي الطلاب، فليش ليش لا؟ فتنصحين دكتورة الأطفال من أي عمر يأخذون تطعيم الإنفلونزا؟ تطعيم الإنفلونزا إحنا نقدر نعطي للأطفال من 6 شهور طالع، أقل من 6 شهور ما نعطيهم. عسب شيء إحنا ننصح نسائنا الحوامل أنهم يأخذونه، لأنهم بأخذهم للقاح يعطون بعض المناعة لأطفالهم اللي أقل من 6 شهور، لكن من 6 شهور وطالع إحنا ننصح أن الأطفال يأخذونه. ومثل ما قلتي، لأنه جدا صعب أن إحنا نميز ما بين أعراض الإنفلونزا وأعراض كوفيد 19، لأن هي أعراض جدا متشابهة بحكم أن الفيروسين هذول يهاجمون الجهاز التنفسي، لذلك وايد صعب أن إحنا نفرق بين الكوفيد 19 والإنفلونزا. الشيء الوحيد اللي إحنا نقدر نميز فيه هو بطريقة عمل فحص الـ PCR. دكتورة الحين كنت شايفة في إحدى المواقع الأونلاين تتكلم إن هناك يعني في فرق كبير بين الزكام أو نزلة البرد مثل ما يقولون والإنفلونزا، إن نزلة البرد تكون يعني شيء خفيف، يعني من خفيف لمتوسط، لكن إذا كانت إنفلونزا الموسمية فهي غالبا تكون شديدة وتكون سريعة، يعني مو بالتدرج. هل هالمعلومة صحيحة؟ طبعا هي في اللي يسمونه الانفلونزا وفي الكومن كولد بالانجليزي ترجمة اللي انت قلتي، بالفعل يعني يكون في فرق ان الانفلونزا تكون جدا حادة وجدا مفاجئة، وايضا لها مضاعفات جدا شديدة، الواحد يضطر انه هو يدخل المستشفى بسبب هاي الانفلونزا. فاحنا الاشخاص اللي يقولون ترى احنا نزكم طول السنة، هذا بنقولهم ان في فرق وايد كبير، ان مثل نزلة البرد العادية هي مختلفة تماما عن يعني الإنفلونزا الموسمية نفسها. طبعا المجتمع صار جدا واعي الحين وجدا فاهم، ومستوى الوعي تغير عندنا في الإمارة، صارت الناس أصلا تطلب هذا اللقاح قبل ما ينزل. الكثير من الأشخاص يسألوننا نزلت اللقاح صار متوفر، هل احنا نقدر نحصل عليه؟ يسألون تفاصيل بعد تفاصيل التفاصيل، تفاصيل شو النوع اللي عندكم، وين انا اقدر احصل، يعني يتمون يسألون حتى قبل ما احنا نطلق حملتنا. الكثير من الاستفسارات والتساؤلات كانت اتي بخصوص لقاح الانفلونزا. انت دكتور قلنا وين يتوفر لقاح الانفلونزا في هيئة الصحة؟ نوفره في جميع المراكز الصحية الأولية ما عدا المراكز اللي احنا مخصصينها لعلاج حالات كوفيد، موجودة في جميع مراكزنا. وطبعا احنا دائما نقول احنا نفضل ان انتم تبادرون وتحصلون على مواعيد لحصولكم على اللقاح اختصارا للوقت وتسهيل لإجراءاتكم. إذا نقول للمستمعين قبل ما تروحون اي من المراكز الرعاية الصحية الأولية، ننصحكم بشدة أن تأخذون موعد مسبق قبل ما تروحون، ويمكن حصول على موعد للقاح الإنفلونزا من خلال رقم مركز الاتصال 800-342. نعم أسمى، مثل ما ذكرتي المستمعين أن يمكنهم أخذ الموعد على 800-342
4/2 دائما المواعيد تكون أفضل لهم وأفضل للعاملين أيضا عن الزحمة وعن الشخص يتم يتريى فياخذ موعد ويدخل على الوقت بالضبط. بالفعل يعني يوم ياخذون المواعيد ترى وايد أسهل لهم لغيرهم. بالضبط. نعم دكتورة هند، إذا بنتحدث عن خطط وجهود هيئة الصحة بدبي في هذا المجال، فهي طبعا جهود كبيرة تبذلها للتوعية بهذه الحملة، خاصة أن مثل ما ذكرتي تعاونت مع مركز أبوظبي للصحة العامة، وزارة الصحة وقاية المجتمع، فهو جهد ودور كبير من هيئة الصحة في دبي للتوعية بهذه الحملة. فإحنا نبي نعرف منك دكتورة في هذا المجال، هل سيتم زيارة الدوائر الحكومية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية؟ هل تقدمون هذه الخدمة؟ نعم، احنا نوفر هذه الخدمة. سوف نقوم بعمل حملات ميدانية للمؤسسات الحكومية بحسب الطلب، كل اللي عليهم انهم هم يقومون بالتواصل معنا عشان نرتب لهم الوقت اللي يناسبهم. طبعا لازم يخبرونا كم عدد الموظفين الموجودين، ونرتب جدول معين للنزول الميداني، نسهل عليهم تسهيلا لإجراءاتهم واختصارا ايضا لوقتهم الثمين. نعم، فهذه طبعا مثل ما يقولون خدمة مميزة تقدمونها للمجتمع دكتورة. مدلعينهم. إذن نصيحة أخيرة حابة توجهينها لأفراد المجتمع. طبعا الكثير بيقول يعني احنا شوية لخبطنا، تقولون خذوا لقاح كوفيد، خذوا لقاح انفلونزا، حين ما نعرف بالضبط شو تبون ناخذ. أولا أنا حابة أبين لهم أن لقاح كوفيد 19 لا يحمي من اللقاح من مرض الإنفلونزا، والعكس أيضا صحيح. اللي ياخذ لقاح كوفيد مو معناته أنه خلاص بيحمي نفسه من كوفيد ومن الإنفلونزا. لذلك احنا نقول لهم احصلوا على لقاح كوفيد 19 وبعدين لقاح الإنفلونزا، أيضا جدا مهم أنكم تحصلون عليه. وطبعا لازم تخلون في بالكم أن تحطون فترة زمنية أقل شيء أسبوعين ما بين هذا اللقاح وأي لقاح آخر. مشكورة دكتورة هند، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لوجودك معنا. شكرا على استضافتكم لي، ودمتم صحة وسعادة. مع السلامة. نعم طبعا أسمى مثل ما ذكرت الدكتورة هند، لقاح الإنفلونزا لقاح يعني مهم في هذا الوقت. أنا الصراحة قارنت سنة من السنوات بين عيالي وعيال أختي، كنت أقول ليش يعني أعطيهم لقاح إنفلونزا ما يحتاج، وهي ما شاء الله عليها من يبدأ الموسم هذا تشلهم توديهم مركز صحي يأخذون هاللقاح من زمان. فشفت أن يوم عيالي زجمون مقارنة بعيال أختي ينهدون، يعني الإنفلونزا يوم أتي حق الصغارية ما تي بشيء بسيط، وعلى فكرة بدأ الموسم ودي تعرفين يعني صار لهم تقريبا أسبوع الإنفلونزا يوم أتي حق الصغارية يعني تهد حيلهم. فإذا في شيء ممكن أنه يقي الأطفال أن تكون الأعراض شديدة فليش لا؟ أنت شو رأيك في هالموضوع؟ نحن دائما نشجع، خصوصا نحن عندنا في البيت كبار المواطنين دائما ياخذونه بشكل مستمر. انا بديت اخذه لما كنت اهتم في اخوي لما كان مريض، كان هذا من متطلبات حتى لما كنا خارج الدوله، كان متطلبات ان الانفلونزا الموسميه، لان غالبا الاشخاص اللي يعانون بعض الامراض تكون مناعتهم وايد نازله، فخصوصا اذا نحن عندنا اشخاص مناعتهم نازله جزء من نحن نحميهم ان نحن ناخذ لقاح الانفلونزا، وهذا اللي انا اسويه سنويا، مو عشان يمكن انا اكون شباب واقدر اتحمل، لكن عندنا اشخاص ممكن اذيهم او انقل لهم الانفلونزا، ومعروف ان الموسم هذا الانفلونزا لما تي تهد الحيل، فما اتمنى اشوف حد يعني احبه مهدود حيله او يعني تي مضاعفات واكون انا السبب. فهذا أنا سنويا بعد أخذ الإنفلونزا الموسمية. نعم، فالناس مفروض الحين ما يكون عندهم وعي وما يتلخبطون مثل ما قالت دكتورة هند، ترى نحن ننصح ونحث المجتمع على أخذ لقاح الإنفلونزا من زمان قبل كوفيد وقبل لقاح كوفيد، فهذا اللقاح مهم
ومهم جدا مثل ما ذكرت دكتورة هند يكون في مسافة بين لقاح كوفيد 19 ولقاح الإنفلونزا للي يحسون أنهم مثل ما ذكرنا عندهم أطفال أو عندهم كبار المواطنين في البيت أو عندهم أشخاص عندهم أمراض مناعية، ننصحهم طبعا أن يتوجهون للمراكز الصحية أو الاتصال على 800-342. وطبعا لكل الحملات اللي حابين تعرفون عنها ولكل المعلومات اللي تهمكم في صحة دبي يمكنكم التوجه على انستغرام هيئة الصحة في دبي. أسماء ذكري المستمعين قنوات التواصل الاجتماعي اللي عندنا، غالبا نحن نحط التحديثات السريعة على تويتر انستغرام وفيسبوك، حسابنا على تويتر انستغرام DHA_Dubai، حسابنا على فيسبوك دبي هيلث أثوريتي. نعم، فأعزائي المستمعين يمكنكم التوجه على انستغرام الهيئة أو تويتر الهيئة أو أي قنوات التواصل الاجتماعي الأسهل لكم لتأخذون كل المعلومات الطبية اللي تحتاجونها وكل الحملات اللي حابين تعرفون أكثر عنها، فننصحكم بالتوجه لأسهل وسيلة واللي هي وسيلة التواصل الاجتماعي. وبهذا أسمى نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نشكر لكم حسن متابعتكم، آمنين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي في التنسيق والمتابعة، الأخت ميرا الخفلي في الإخراج، مخرجنا المبدع سعيد المر، والشكر الجزيل لك أسمى الجناحي على تقديم حلقة يوم الأحد معاي، شكرا لك. شكرا لكم. وطبعا أعزائي المستمعين كانت معاكم محدثتكم آمنة آل علي، وأتمنى لكم الصحة والسعادة. صحة وسعادة